السلام عليكم، معاكم احمد حسين. دي الفيديو التاني. النهارده هنتكلم عن الكوماند ويندو. الكوماند ويندو زي الفيديو اللي فات احنا قلنا ده بيعمل حسابات سريعه جدا، زي اللي انتوا عاملينه دلوقتي اللي هو مثلا 2 بلس 2 بيساوي 4. طب انا عايز امسح الكلام اللي فوق ده، فبعمل حاجه اسمها كلير كوماند ويندو، لا سي ال سي اختصارها يعني، فبيمسح كل الكوماند ويندو. طب انا قلنا الارقام اللي بنعملها هنا بتسيف في الورك سبيس، ده كل الحاجات اللي انا بعملها. طبعا ده الهيستوري، طبعا عشان دوست كالك فهو او سي ال سي فهو تسيف الهيستوري بتاعت الكوماند. فانا لو عايز انا مثلا اكتب بسم الله، اكتب مثلا عايز امسح الورك سبيس، فممكن اعمل كلير واختار بس اللي عايز امسحه اللي هو انس، بس كده هيمسح الانسر. طبعا عايز امسح الكوماند وانت هنا اعمل كالك. طب انا بعمل حاجات كذا حاجه، يعني مثلا اعمل اكس بيساوي 2، ده كده فاريبل اسمه اكس، يبقى رقم 2 تسيف في اكس. طب واي بيساوي 3، يبقى 3 تسيف واي. لو قال ان زد بيساوي اكس بلس واي ماشي اوكي، لو عمل زد بيساوي اكس بلس واي فالمفروض هيديني 5. اوكي فانا دلوقتي الاكس 2 الواي 3 الزد 5، فطبعا عارف ان الكلاس كلهم دبل. طب انا عايز بقى امسحهم كلهم، فاعمل كلير اول، بدل ما اعمل اكس لوحده واي لوحده زد لوحده، اللي اعمل كلير اول هيمسحهم كلهم مره واحده. طبعا كالك اللي هو كلير كوماند ويندو هيمسح كل الكوماند ويندو. طبعا الهيستوري مش هتتمسح طبعا الا انا عايز امسحها يعني، بس الافضل ما تمسحهاش، خليها معاك على طول. اوكي هنسيب برضك اقول لكم حاجه في الانترفيس، احنا ممكن نغير اماكن حاجه، ممكن انا شديت ده كده بص خليت الورك سبيس هنا تمام، بس انا مش عايزه هنا فانا عايز ارجعه تاني مكانه تمام. ممكن تغير اماكن الحاجات دي كلها، تغير انت الانترفيس بتاعك براحتك اللي انت عايزه يعني، بس ده كان افضل حاجه يعني المتعارف عليه، عشان لما تفتح بعد كده اي انترفيس او اي برنامج بيشرح او اي فيديو بيشرح تبقى انت عارف الورك سبيس هنا، الكوماند هيستوري هنا، الكرنت فولدر، التيدلس بتاعت الفولدرز، الكوماند ويندو في النص، تبقى انت عارف يعني واخد بالك، مش لسه تستكشف الانترفيس من الراجل اللي بيشرح يعني. اوكي تعال نكمل. احنا قلنا الكوماند ويندو هو بيعمل حسابات سريعه جدا. طبعا في طريقه ان انا ممكن اعمل اكس بيساوي 2، وده طبعا هيعرض قيمه الاكس، هيعرض اللي انا عملته الاوبريشن، عملت اللي انا عملتها الارثمتيك اوبريشن اللي انا عملتها، يعني انا عملت الحسابات اللي انا لسه عاملها. طب انا لو عايز مثلا اكس بلس 2 ومش عايز اخليه يظهر، يعني عايز يحط y بلس 3 بس يحطها في الورك سبيس بس ما يظهرهاش في الكوماند ويندو، فهتعمل بس سيمي كولون اللي هو الكوما فيها نقطه بس، هو هيحطها لك هنا بس ما عرضهاش هنا. اوكي ده بس حاجه بسيطه للكوماند ويندو، طبعا ممكن نستخدمها في حاجات كتيره جدا. بالظبط زي الاله، مش هنعمل حاجه اكتر من الاله. الاله بتاعتك اللي انت بتستخدمها، انت ممكن تعمل كل اللي فيها هنا على الكوماند ويندو، مش محتاج تفتح سكريبت اصلا. هنعرف طبعا السكريبت هو لازمته ايه بعد كده، بس ده بسيط كده حاجه للكوماند ويندو. طبعا انت ممكن تجرب كل اللي انت عايزه بقى، اسم ضرب جمع، تخش دور على كل الارثمتيك اوبريتورز عشان تبقى فاهم ازاي تقدر تشتغل على الكوماند ويندو. اوكي يلا ان شاء الله نتقابل في الحلقه اللي جايه.